ناس المغرب وناس المغرب ناس الجزائر روحوا كلنا بلادي الجزائر حلوا لينا بابا بابا بلادي المغرب ربينا فترابها فترابها. انا تنقول كاع لكاع الشعب المغربي اللي مازال ما تحتليش الفرصه انا نشوف هذه النقطه هذه ولي فان ديال الفناير. انا تحتلنا الفرصه حنا واحد النهار جينا هنا وحسينا بواحد الاحساس اللي غريب. انت كتشوف الرايه ديال المغرب وراه الجزائر ما بيناتنا والو فهمتيني، فخاصنا نحيدوا هذاك النزاع نحيدوا ذوك المشاكل. تقاليد وحدين عندنا بزاف د الحوايج جامعيننا فشعب واحد. قول لكم قولوا لي جنسيه ديالنا ثنائيه قدامي قدامك شجاجات كنشوف فيك ونشوف فيا المغرب ولا الجزائر كل واحد فينا شنو داير اش هاد الخصام لاش العداوه بيناتنا الحوار راه ساير وين عزنا كيف ما كان قوى الاسلاميه شاده الجام واش ماشي حرام اصاحبي ما بيناتنا شوف حتى 100 متر وما كاملاش اصاحبي وتندرزو على والو التراب نفس الحجر نفس الريح نفس الهواء ناوي الخوت يبقى وخو المدينة واحد علو الصوت غريبة زيري اصلنا واحد باغي كتير لطمة تبقى قاعد ناس تفاوضوا بقاو ظلام حروب وهمية غير كلام. قول ليه قول ليه اللي سنت الديسك يوصل هذا الميساج لانه حنا عايشة هذاك الاقصى انت وراه قول ليه قول ليه فهمتي دابا راه مشى يقول لصحابو باللي راه كاينين المغاربه خوتنا اللي تيسلموا علينا وحنا غنقولوا للاخرين انه راه خوتنا الجزائريين تيسلموا عليكم هذه قول ليه قول لاخر شي قول قال لينا قال لينا باللي راه ما قررناش نكونوا معاكم وحنا كنقول لهم باللي ما قررناش نكونوا تما وكنشوفوا باللي ما بيناتنا حتى عشرات المتر ونشوف باللي هما الهي وناس اخرى كتشير لهم انتزاع بحال بيناتنا شي حرب بحال بيناتنا صداع بحال كاين شي فرق كبير. السلام عليكم اكيد دايرين بس وحشكم بزاف لا بيكم نخاف انتي وصحابي وحبابي وحشكم بزاف لا بيكم نخاف انتي وصحابي وحبابي. واعي مغربي لا هنا ولا لهنا شاف هذا المنظر هذا وما تبوشوش عليه عظامه وما حنش رخوته والله ما فيه غرام ديال الوطنيه.